العلاقات المصرية التركية وتأثيرها على المشهد الليبي، بالإضافة إلى المواقف الدولية تجاه القضية الليبية وإنهاء كافة التدخلات الخارجية، كل هذه النقاط سوف نتحدث عليها في المشهد الليبي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد الليبي. اليوم نتحدث عن العلاقات المصرية التركية وتأثيرها على المشهد الليبي، وأستضيف في هذه الحلقة الأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. أهلا بك أستاذ حمدي، ومرحبا بقناتكم الموقرة. أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بأستاذ ياسين الحسنوني باحث في معهد الصحافة وعلوم الأخبار تونس. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسين. أهلا وسهلا بك وتحية طيبة لكم. أهلا بكما ضيفي الكريمين. طبعا اليوم نتحدث على قناة اليوم في برنامج المشهد الليبي على العلاقات المصرية التركية وتأثيرها على المشهد الليبي، ولدي أيضا عدة محاور ربما سوف نتحدث فيها من خلال هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ خالد. طبعا العلاقات المصرية التركية يعني شهدت الفترة الماضية يعني تطور كبير من الجانبين، ولكن إلى هذه اللحظة لم يكن هناك تصريح رسمي بتحسن العلاقات المصرية التركية، ونحن هنا نبدأ ب يعني العلاقات المصرية التركية، ومن ثم سوف نتحدث على تأثيرها الجانبي سواء على ليبيا أو حتى على الدول التي ترتبط يعني علاقاتها بتركيا من ناحية الوضع يعني الحروب وإلى آخره ومشاركة تركيا في هذا الجانب. على كل حال، موضوع العلاقات المصرية التركية بدون شك إذا رجعناها تاريخيا كيف كانت سيطول بنا الحديث، ولكن الأهم هو هذه العلاقات خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما بعد 2010 و2011 في فترة ما سمي بثورة الربيع العربي. في هذه الفترة كانت العلاقات المصرية التركية في حالة تذبذب وانحدار في العلاقات، خاصة في ظل دور مصر العروبي والتدخل التركي في العراق، في سوريا وفي ليبيا. هذا الأمر أقلق مصر بشكل كبير، خاصة في تدخلها الأخير في ليبيا، باعتبار أن ليبيا تاريخيا هي امتداد جغرافي واحد ما بين البلدين، إضافة للامتداد الأمني والامتداد الاجتماعي بين القطرين. التدخل التركي أعاد لمصر كثير من المشاهد الماضوية، وخاصة في تعامل تركيا مع الليبيين وتحمل مصر للكثير مما حدث للليبيين خلال فترة الاستعمار التركي التي امتدت حوالي 400 عام 396 تقريبا سنة. هذا الأمر أثر كذلك في النسيج الاجتماعي ما بين في العلاقات ما بين ليبيا ومصر من جانب، وكذلك تم التأثير حتى على المستوى السكاني في مصر، لأن الهجرة التي تمت لقبائل أولاد علي
وكذلك بعد مجازر جوازي ووصولهم إلى منطقة سيدي براني ثم امتدادهم في الإقليم المصري كان بسبب أعمال تركيا في ليبيا، كان بسبب فظاعة الاستعمار التركي في ليبيا. وبالتالي هذا المشهد لابد أنه في ذاكرة المصريين لم يمحى تماما، وبالتالي التدخل التركي في ليبيا من خلال استعمال قواعد عسكرية، من خلال تدريب ميليشيات مسلحة، ومن خلال كذلك إحضار مرتزقة سواء كانوا مرتزقة عقائديين أو أولئك المرتزقة الشباب الذين غرر بهم من سوريا. وبدأ الأمر أكثر خطورة عندما اضطرت القوات المسلحة العربية الليبية للانسحاب من أجل حماية الحقول النفطية وحماية المواني النفطية، بعد أن تبين تماما أن المسألة ليست دفاع عن طرابلس فقط بالنسبة لتركيا، ولكن لديها أطماع كبيرة في الدخول والاستيلاء على المواني النفطية وعلى الحقول النفطية. هذا جعل مصر تشعر بأن الأمر أكثر خطورة وأن الأمر يتعدى كل ذلك وسيعيد الإشكالات السابقة في جعل مناطق المتآخمة لمصر منبع للإرهاب، منبع لتفريخ الجماعات المتطرفة، ومعانته مصر في سيناء وفي القاهرة وفي اسكندرية وفي كل محافظاتها من أولئك الذين كانوا يتدربون في درنة وفي مناطق الخبطة ومناطق وادي الطير ووادي مرقص وغيره. هؤلاء الجماعات التي كانت تعيد تدريبها وتعيد تسليحها ثم تنتقل إلى مصر، كل ذلك كان واضحا في ذهن مصر. وبالتالي مصر كانت جادة عندما قامت بالمناورة العسكرية لدعم موقف الجيش الليبي في حمايته للحقول والمواني النفطية، مناورة بحرية ومناورة برية. وخطاب الرئيس السيسي في قاعدة سيدي براني كان ذو دلالة تاريخية هامة. الدلالة الأولى بأن الهجرات التي قبلتها مصر من الليبيين بسبب الاستعمار التركي لن تتكرر، ونتحدث إليكم من هذه القاعدة كي أقول بأن هناك خط أحمر بدأ من سرت إلى الجفرة، وهنا بدأت العلاقة تأخذ جانب آخر. يعني الحديث طبعا عن العلاقات التركية المصرية أستاذ ياسين قد يأخذنا إلى منحى آخر، وهو منحى يعني مغازلة الرئيس التركي لمصر، وأن العلاقات يعني ستكون جيدة ولكن ليست يعني بشكل رسمي. رأينا المدة الماضية هناك يعني تحرك تركي تجاه المؤسسات الإعلامية الإخوانية الموجودة في داخل الأراضي التركية، فحتى الإعلام المصري يعني الموالي للنظام المصري في حد ذاته تحدث عن أن هذا التحرك جاء يعني إسقاطا للإخوان والقبض عليهم وإلى آخره. يعني ربما هناك يعني حديث عن القبض على مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين في تركيا وتسليمها في وقت لاحق إلى مصر. يعني تعليقك على هذه التحركات التي بدأت بالإعلامية. طبعا تركيا بسبب تدخلها سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا أصبحت في عزلة، وبالتالي تحاول تركيا اللي كسر هذه العزلة، وبالتالي بدأت اتصالات سرية مع الحكومة المصرية أعتقد برعاية المملكة العربية السعودية، ولكن الحكومة المصرية كان لديها شروط لعودة هذه العلاقات. ونحب ننوه لشيء أن العلاقات الاقتصادية مستمرة ما بين تركيا ومصر، ولكن العلاقات السياسية والدبلوماسية هي اللي مقطوعة، يعني نظرا لموقف مصر متدخل تركيا في ليبيا، كذلك مسألة الغاز في البحر المتوسط أو شرق المتوسط وتوقيع الاتفاقية مع حكومة السراج. هذه المواقف اللي صعدت من حدة التوتر ما بين القاهرة وأنقرة، ولكن في الآونة الأخيرة
حدث نوع من التغازل إن صح التعبير من قبل أنقرة وتحديدا من أردوغان، ولكن الحكومة المصرية كان لديها شروط لعودة هذه العلاقات. أولا تسليم بعض المطلوبين موجودين في تركيا، كذلك وقف القنوات التي مدعومة من تركيا وتبث من الأراضي التركية ومعادية للحكومة المصرية، كذلك تنشر في أكاذيب وتعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في مصر. هذه كانت من ضمن شروط الحكومة المصرية. بدأت أنقرة في الاستجابة لهذه المطالب، ولاحظنا في الآونة الأخيرة تغيير في الخطاب وفي بعض إقفال لبعض القنوات. هذه الإجراءات اللي بدأت تتخذها تركيا، حتى أنا شفت بعض القنوات أصبح المذيعين في هذه القنوات يقولون نحن ندرك مصلحة الحكومة التركية، وبالتالي يعني قرار الإقفال أو تغيير من الخطاب الإعلامي الموجه من هذه القنوات، تغيير في نبرة هذا الخطاب، هم بدأوا يقولوا نحن نتفاهم للسياسة التركية وللمصالح التركية، وبالتالي تركيا بدأت تستجيب للمطالب المصرية لعودة العلاقات مع مصر، لأن مصر أولا لها دور فاعل في المنطقة ودور محوري. ثانيا مصر الآن بدأت تشكل في زي منظمة أو تنظيم لدول المصدرة للغاز في الشرق المتوسط، ونحن تركيا نعلم أن امتدادها في البحر المتوسط محدود نظرا للموقع الجغرافي للجزر، وبالتالي يحد من تركيا امتلاكها حقول الغاز في الشرق المتوسط، ومما جعل تركيا أنها تبرم الاتفاقية مع حكومة السراج. وعلى فكرة تركيا لن تتنازل عن الاتفاقية اللي تم توقيعها مع السراج، هذا مكسب مكسب استراتيجي لتركيا، لأن تركيا لو جيت تبي تشوف الاقتصاد التركي لو أنت تشوف تركيا دولة مصنعة، ولكن تركيا عندها مشكلة في الطاقة، عندها امدادات الطاقة، عندها مشكلة كبيرة، يعني الأموال اللي تجنيها من تصدير السلع تنفقها في الحصول على الطاقة، وبالتالي التوقيع هذه الاتفاقية يعد انتصار ويعد هدف استراتيجي حققته تركيا ولن تتنازل عنه. يعني ربما هذه الاتفاقية يعني سوف نتحدث فيها يعني فيما بعد، لكن دعني أركز على نقطة الخطاب الإعلامي. يعني أستاذ خالد، الخطاب الإعلامي تغير بالنسبة للرسائل التي كانت موجهة من جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في تركيا إلى المصريين، يعني الدولة المصرية والتي ساهمت بشكل أو بآخر في زرع الفتنة، في إثارة الفتنة. فالخطاب الإعلامي اللي موجود أو يبث من داخل الأراضي التركية ساهم في زعزعة الاستقرار نوعا ما في مصر، ولكن مصر يعني ربما تغاضت كدولة عن هذه الخطابات وأصبحت يعني في التقدم وفي الازدهار من ناحية الإعمار ومن ناحية يعني نحن رأينا أن مصر يعني تقدمت كثيرا في هذا الجانب، لكن دعنا نتحدث عن الإعلام. يعني عن الخطاب الإعلامي. نعم. أنا حاولت في البداية أن أطرح يعني بسطة تاريخية لطبيعة العلاقة ما بين مصر وتركيا. بدون شك كل هذه المؤثرات أثرت في العلاقات التركية المصرية، وأهمية هذا التأثير في انعكاسها على الأزمة الليبية وعلى الوضع في ليبيا. هناك قضية هامة، وهي عندما تم الإطاحة بحكم الإخوان بجماعة مرسي وانتهت هذه الحقبة المظلمة في تاريخ مصر، ورحل وهرب أغلب القيادات التي لم يقبض عليها إلى تركيا، واستقبلتهم تركيا، وأصبحت تركيا
كما هي دائما ملجأ للجماعات الإخوان، وهي كما يرى نفسه السيد أردوغان بأنه السلطان العثماني القادم وخليفة المسلمين كما يرى نفسه. وبالتالي تحدث عن 1,000,000 ليبي من أصول تركية، وتحدث أنه قادم إلى ليبيا للبقاء. هذا الأمر بالتأكيد له انعكاسات على الدول الجوار والدول المنطقة مهمة للغاية. من هنا بدأ خطاب تركي في التركيز على مصر ومحاولة إيجاد إشكالات داخل مصر، سواء كانت إشكالات عرقية أو دينية، وكذلك محاولة دعم خلايا الإخوان النائمة داخل مصر. نعم. وبالتالي كانت هناك إذاعتين مهمتين للغاية مركزتين ومسلطتين على مصر، هي مكملين وشرق. هاتان أخذت خطاب تحريضي لمحاولة إثارة الفتنة داخل مصر. نعم. وبكل تأكيد كانت هناك الكثير من هذه العداوات من تركيا، ولكن بعد توقيع، خاصة بعد توقيع اتفاقية مصر اليونان وكذلك التضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان، شعور تركيا بأنها قد فشلت في الانتماء لنادي المتوسط للغاز، كل ذلك جعل بالإضافة إلى الفترة الأخيرة الموقف الذي كان يرجح أنه سيكون داعم للإخوان هو موقف بايدن، الذي واتضح بأنه ضاغط على أردوغان وضاغط طيب على التيار الإسلامي. كل ذلك خلينا بس يعني أستاذ خالد نقف عند نقطة بايدن الذي قام بالضغط على أردوغان لنستكمل ما تبقى من هذه الجزئية، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا. احنا قدمنا اليوم الملف لشكلية وتكوين هذه الحكومة، وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد النواب المطالبين بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، ويبدو أن السيد دبيبة لم يكمل هذه الموضوعات، قد تأخر في إعداد طلب الثقة. الحكومة الجديدة لم تستلم بعد مهامها، وهي مشغولة كليا وجزئيا بترتيب الحقائب الإدارية التي من المفترض أن يتم إقرارها في يوم 8 مارس. من أهم القضايا هو مراقبة خروج المرتزقة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. تحدثنا عن العلاقات المصرية التركية مع ضيفي الكريمين الذي أرحب بهما من جديد، الأستاذ ياسين الحسنوني باحث في معهد الصحافة وعلوم الأخبار تونس، وأيضا أستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني، فأرحب بكما من جديد. يعني لازال الحديث متواصل، يعني من خلال وصلنا لبايدن وتأثيره. كانت مطامح تركيا ومطامح كل التيارات الإسلامية أن تكون هذه الإدارة الجديدة داعمة للتيارات الإسلامية، إدارة بايدن وداعمة لمشروع توطين جماعة الإخوان المسلمين في شمال أفريقيا، ولكن يبدو أن العكس هو الذي يحدث الآن، باعتبار أن مصالح أمريكا ربما لها وجهة نظر أخرى من خلال هذه الفترة، وبالتالي تم ضغط واضح من أمريكا باتجاه حل المشكلة الليبي، خاصة في مسألة رحيل القوات الأجنبية، رحيل المرتزقة، كل ذلك شكل ضغط على أردوغان، إضافة إلى إحساسي بأن الاتفاقية التي قامت ما بينه وبين السراج، سواء كانت الاتفاقية الاقتصادية أو العسكرية، أصبحت في مهب الريح لأن العالم لم يعترف بهما. نعم. على الرغم من أنه يقال بأن هذه حكومة المعترف بها دوليا، كل ذلك جعل من السياسة الخارجية التركية تنحى منحى آخر، وهو إرسال رسائل
ناعمة لمصر، رسائل إعلامية، رسائل سياسية وغيرها. ويبدو أن هناك من يلعب دور الوسيط ما بين مصر وتركيا لحلحلة جملة من المشاكل، أهمها التحريض على مصر. وبالتالي اتخذت هذه الخطوات وهو إقفال القناتين، قناة مكملين وقناة الشرق، وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي من بقية القنوات باتجاه مصر في محاولة لخلق أجواء جديدة لتركيا قد تستفيد منها في الوضع في ليبيا، لأن همها الأساسي في ليبيا هو الغاز والنفط. نعم. خاصة في المنطقة المحصورة من راس تراب إلى راس لانوف، هذه المنطقة يعني التي تحوي مليارات من طنان الغاز الطبيعي المكتشف من شركة بريتش بتروليوم والمقفلة والتي لم يبدأ بها الإنتاج بعد. يعني حرب تركيا حرب مصالح، مصالح وحرب ما زالت يعني في هذا الاتجاه وفي هذا الإطار. يعني أستاذ ياسين، المواقف الدولية تجاه القضية الليبية كانت إيجابية بالنسبة لليبيا، لأن هناك إجماع كبير على يعني دعوة تركيا للخروج من ليبيا وغيرها، تركيا وغيرها من ليبيا، يعني كل التدخلات الأجنبية مرفوضة في ليبيا، يعني خاصة هناك دعم كبير من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة في اتجاه يعني مشروع الوحدة الوطنية في ليبيا وإنهاء كافة التدخلات الخارجية وإنهاء الصراع. الآن تركيا على المحك، يعني والآن يعني تقوم بسحب مرتزقتها شيئا فشيئا، هناك يعني تحركات كبيرة، لكن يظل التدخل المصري هو البوابة لإنهاء الأزمة الليبية. طبعا هي زي ما أسلف الأستاذ خالد، طبعا الإدارة الديمقراطية الجديدة برئاسة بايدن أخذت على عاتقها أنها تحاول أو تتفادى العراقيل التي وقفت أمام وصول الحزب الديمقراطي للسلطة في 2016. نعم. ومن ضمن هذه العراقيل هو الملف الليبي تحديدا، عندما واجه السيد ترامب السيدة كلينتون بالملف الليبي، وبالتالي مستشاري الحزب الديمقراطي أخذوا على عاتقهم أن مجرد وصول الحزب الديمقراطي للسلطة أو للبيت الأبيض أو من ضمن الملفات التي يوضع لها حل هو الملف الليبي، لأنه أصبح عقبة أمام وصول الديمقراطيين للسلطة. وبالتالي رأينا لأن الإدارة الأمريكية من ضمن أولوياتها هو الملف الليبي، والآن نحن نشوفه أن الاتفاق اللي تم توقيعه في جنيف وفي بعض الأطراف الإقليمية غير موافقة على هذا الاتفاق، وفي أطراف الداخل الليبي غير موافقة على هذا الاتفاق، اتفاق جنيف، ولكن القوة الأمريكية إن صح التعبير هي التي فرضت هذا الاتفاق. مصر غير راضية، روسيا غير راضية، فرنسا غير راضية، تركيا غير راضية بوصول الدبيبة ومحمد المنيفي للسلطة. كانوا مصر تقف خلف قائمة عقيلة وبشاغة، هي وترك متفقين حول هذه القائمة، ولكن لحدث حدث وبالتالي وافقوا. وبالتالي الإدارة الأمريكية الآن تسعى لوضع حل للملف الليبي. من ضمن المشاكل الملف الليبي هو وجود القوات الأجنبية. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت تاريخ له 15 أبريل القادم تكون جميع القوات خارجة من الأراضي الليبية بما فيها قوات المرتزقة التركية، والآن بدأ الفيلق أو سلطان مراد بمغادرة الأراضي الليبية عن طريق شركة الخطوط الأفريقية، وشركة تركية الآن تنقل فيهم أعتقد لتركيا أو لجهة ثانية، وذلك لتنفيذ المطالب الأمريكية بإخراج هذه القوات من الأراضي الليبية. ولازم الملف الليبي لازم أن يقفل، حتى مش الملف الليبي حقيقة، حتى روسيا. لو شفنا نحن خطاب الرئيس بايدن تجاه روسيا، أن روسيا كان لها عامل مؤثر في هزيمة الديمقراطيين،
يعني نحن لو نلاحظ نحن ونشوف من أولويات الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تركيزها على النقاط اللي أدت إلى هزيمة الديمقراطيين في وكأن بينتقموا من هذه لكن يعني نعم وهذا كان له تأثير لنا على الملف الليبي تحديدا. لكن في هذا الإطار أستاذ ياسين داني بس أسأل أستاذ خالد حول الضمانات التي ربما دعت لأردوغان أن يتخذ خطوات من شأنها سحب المرتزقة. يعني ربما تحدث الأستاذ ياسين عن أن هناك يعني خطوات قامت بها تركيا سحب المرتزقة عن طريق الخطوط الأفريقية وإلى آخره يعني أو أي شيء آخر، لكن المهم الآن هناك يعني خطوات تنفذ على أرض الواقع. برأيك الضمانات التي الآن يعني ينتظرها أردوغان فيما يتعلق بالأزمة الليبية، يعني خروج مجاني، لا يمكن أن يكون هذا الخروج مجاني بدون شك، بدون شك، لأن لابد أن تركيا تحصلت بشكل أو بآخر على ضمانات في عودة شركاتها، عودة استثماراتها، وأن يكون لها نصيب في ثروات ليبيا كما سيكون نصيب لفرنسا وغيرها وغيرها. للأسف هذا ما يحدث لدينا هنا في ليبيا. نحن حتى نكون أكثر وضوح وأكثر صراحة، منذ 1942 منذ بدأ فكر تأسيس الجيش التحرير الليبي، جيش الليبي في أبو رواش في الهرم في القاهرة، وإلى الآن القرار النهائي للمصير في ليبيا هو قرار إنجليزي صرف. قد يرى الكثيرون بأن أمريكا فاعلة وقادرة وهي التي تحرك السياسة وهي شرطة العالم، نعم، ولكن القرار في ليبيا هو قرار إنجليزي. القرار في ليبيا قرار منذ 1942 إلى الآن هو قرار نهائي إنجليزي بحت، سواء كان في عهد الملك أو في عهد القذافي أو في عهد المجلس الانتقالي الذي كنت أنا أمين سري أو في أثناء المؤتمر الوطني. حتى الآن هل تتخيل أن 135 عضو من مجلس النواب متفرقين على 4 مجالس يجتمعوا في سرت؟ ولماذا؟ هذا الأمر هو الذي جاء تحت غطاء مؤتمر برلين تدخلت تركيا. كثيرون لا يرون ذلك بوضوح، أن مؤتمر برلين كان الغطاء الذي من خلاله دخلت تركيا. من أدخل تركيا في المشهد الليبي بهذا الشكل؟ بريطانيا هي من أدخلت تركيا بهذا الشكل، وبالتالي لن تسمح بريطانيا بأن تخرج تركيا صفر اليدين من المحصلة الاقتصادية الليبية. لابد أن يكون لها نصيب، نصيب في إعادة الإعمار، نصيب في الاستثمار، نصيب في النفط والغاز. هذا ما تحاول تركيا أن تتحصل عليه. لن تتحصل عليه بالتأكيد من خلال الاتفاقية العسكرية أو الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت، ولكن لديها ضمانات أخرى. ربما ليس بجديد إذا قلت أنه قد سمح لها الآن أن تدخل بواخرها حاملة العلم التركي إلى مواني شرق البلاد. نعم، وتحديدا مدينة بنغازي. نعم. أستاذ ياسين، تحدثنا عن الأزمة الليبية، لكن هناك من يقول أن يعني الوضع التركي تجاه الأزمة الليبية ربما سيلقي بظلاله على دول أخرى يعني مشتركة مع أو مشتركة مع ليبيا في ذات القضية، وهي القضية التركية والتدخل التركي في أكثر من دولة من ضمنها سوريا. يعني سوريا الآن ربما يعني تنتظر ماذا بعد ليبيا، قد تكون سوريا القادمة في نظر الحكومة أو في نظر يعني الرئاسة الأمريكية الجديدة، قد يكون هناك تغير في المشهد العربي والدولي بشكل كامل يعني تجاه تركيا والقضايا المشتركة مع عدة دول بما فيها العربية. يعني بالنسبة للملف السوري يختلف عن الملف الليبي لعدة أسباب. أولا سوريا دولة حدودية لتركيا. ثاني شيء مسألة الأكراد، هذه مشكلة كبيرة لدى تركيا، وبالتالي تركيا دخولها بقواتها لضرب الأكراد، وخاصة بعد تحالف الحكومة السورية مع الأكراد الآن،
وبالتالي تركيا ضد أي محاولة لإقامة كيان كردي على الحدود، سواء مع سوريا الحدود السورية التركية أو الحدود التركية العراقية. وبالتالي تركيا حتى مسألة العراق حتى أيام صدام حسين كان في اتفاقية ما بين تركيا والعراق أن يسمح لدخول الطيران التركي للمجال لاختراق الأجواء العراقية ولضرب الأكراد في شمال العراق. هذا كان في اتفاق حتى أيام صدام حسين بالنسبة للعراق. بالنسبة لسوريا ما كانش الأكراد، كانوا كقومية وكانوا موجودين في داخل المجتمع التركي، عفوا السوري، ولكن بعد الثورات العربية الأكراد شكلوا حزب وبدأوا يدرسوا في اللغة التركية وبدأ عندهم قوة أو جناحة مسلح، هذا كان غير موجود، لكن الأتراك في الأكراد في العراق عندهم الجناح المسلح من ستينيات القرن الماضي. يعني هل ستلقي يعني الأزمة الليبية وحلها مع تركيا مستقبلا بظلالها على دول المنطقة بالكامل؟ الملف السوري معقد كثيرا لأن في تدخلات والمنطقة في إسرائيل، يعني ليبيا لن تكن نموذجا، هذا قصدي يعني في حل الأزمة. قد تحدث حلحلة في الملف الليبي، والآن احنا نشاهد الآن في سلطة تنفيذية موجودة جديدة. والآن هذه السلطة تلقى الدعم سواء من الدول الكبرى أو من الأمم المتحدة، وهناك خارطة طريق صح التعبير اللي هي الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من شهر ديسمبر المقبل. نعم. ليبيا الآن نرى أنها تخدي في خطوات وفق ما نرى في المشهد أنها ماشية في الطريق الصحيح صح التعبير، في طريق الاستقرار. وأكثر خطوة هو وقف إطلاق النار. نعم. لكن بالنسبة لسوريا يختلف الوضع. سوريا لازال فيها القتال مستمر لهذه اللحظة، في قتال الآن في سوريا، كذلك زي ما أسلفت تركيا عندها إشكالية مع الأكراد، عندك. نعم. إسرائيل تشن في غارات لضرب وتدخل إيران، برضو إيران وفي المنطقة العربية السعودية منزعجة. نعم. من وجود الإيراني في سوريا، والعربية السعودية لا تأثير في السياسة الدولية في الإقليم. نعم. عنا اختلفت السياسة المصرية عن السياسة السعودية. الآن مصر. نعم. مدت فتحت قنوات اتصال مع الحكومة السورية وعكس السعودية، لأن المشكلة شنو؟ المشكلة في إيران وحزب الله، هذه اشكاليه. فالوضع في سوريا معقد اكثر من الملف. نعم. الليبي. يعني الشيء الاخر الملف الليبي في دول وخاصه دول الاوروبيه يعني تبحث عن استقرار ليبيا من اجل استقرارها والحد. نعم. من الهجره. نعم. الغير الشرعيه، كذلك استقرار ليبيا تعود عجله التنميه واعاده الاعمار، هذه كلها الشركات تحتاج يعني يسال لعاب الشركات على 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 هذه المشاريع القادمه عندما. نعم. يحدث الاستقرار في ليبيا، وبالتالي ليبيا واضحه يختلف كثيرا عن. نعم. الملف السوري او العراقي. يستمر هذا الحديث ضيفي الكريمين، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجزئية الأخيرة من برنامج المشهد الليبي، وأرحب بضيفي الكريمين مجددا أستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، وأيضا أستاذ ياسين الحسنوني باحث في معهد الصحافة وعلوم الأخبار تونس. الحديث طبعا تحدثنا على عدة نقاط، وآخر نقطة نتحدث عليها وهي ليبيا وعلاقاتها بدول العالم في تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي. نحن طبعا شهدنا خلال الفترات الماضية منذ 2011 هناك يعني اضطراب نوعا ما في الوضع السياسي والوضع الاقتصادي الذي لم يستقر إلى هذه اللحظة. هل أستاذ خالد يعني سنشهد خلال الفترة القادمة مع وجود هذه الحكومة الجديدة تقدم سياسي واقتصادي، يعني حتى بوجود يعني الدول المعادية لليبيا في فترة من الفترات؟ أستاذ حمدي، لابد أن نعي شيء، وهو أن الإرادة الدولية هي الفاعلة في المشهد الليبي، وهذا واضح تماما منذ 2011 إلى الآن. الإرادة الداخلية باستثناء مشروع سعادة الوطن، مشروع الكرامة، مشروع القيادة العامة للقوات المسلحة، هذا هو المشروع الوطني الحقيقي والصحيح، هو استعادة وطن نهب والذهاب لبناء هذا الوطن مدنيا وديمقراطيا. هذا المشروع وقف عند أسوار طرابلس والتدخل التركي بغطاء دولي، وخوفا على موارد الليبيين اضطرت القوات المسلحة ليتراجع لحماية موارد الليبيين، ثم بعد ذلك تطورت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. ولكن السؤال الحقيقي، هل هذه الحكومة قادرة على أن تفي بالتزاماتها واستحقاقاتها؟ هذا سؤال هام. نحن الليبيين نعلم بأن لا عبد الحميد بيبة ولا محمد المنفي بقادرين على الفعل في الواقع الليبي، أولا لأنهم بعيدين عن الواقع، ثانيا لأنهم لم يكونوا جزء من هذه الإشكالات، الإضافة إلى أن جزء أساسي أنهم قادمين من خارج الوطن، سواء عبد الحميد بيبة أو سيد المنفي. وبالتالي العمل الأساسي إذا أردت أن نكون أو أن نطمح في استعادة زمام أمورنا في ليبيا والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية والذهاب إلى تنمية حقيقية، إعادة الإعمار، بنية اقتصادية جديدة، علاقات تربطنا بباقي العالم، علاقات اقتصادية، وخاصة أننا سنكون مطمح لكل الشركات الأجنبية سواء في التنقيب عن النفط أو التنقيب عن الغاز أو التنقيب عن الذهب أو التنقيب عن اليورانيوم، وكذلك في استغلال الثروات الأخرى. كل ذلك لن يتأتى إلا باستقرار، إلا بانتخابات حقيقية، إلا بذهاب لدولة مدنية، وهذا يرتبط بجلاء كل القوات الأجنبية وخاصة المرتزقة والقوات التركية. والأكثر أهمية هو كيفية العمل على تفكيك الميليشيات في غرب البلاد، هذه الميليشيات التي تتحكم في القرار السياسي والقرار الاقتصادي، هذه الميليشيات التي ترك السيد بيبة سرت كما قرر مختار للحكومة وذهب للميليشيات في طرابلس. كل ذلك بالإضافة إلى جمع السلاح، هذا الذي سيذهب بنا إلى انتخابات حقيقية. هذه الانتخابات الحقيقية لن يستطيع دبيبة ولن يستطيع المجلس الرئاسي الذهاب بنا إليها على الإطلاق ما لم تكن الإرادة التي أتت بهم. الإرادة التي أتت بهذه المجموعة كي تكون على سدة الحكم، والإرادة التي جمعت 135 نائب ليقروا هذه الحكومة، إذا هذه الإرادة أرادت أن تخرج بنا من عنق الزجاجة دون قتال دون مزيد من الدماء ستذهب بنا بالفعل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ثم بعد ذلك نتحدث عن الدولة المستقرة ونتحدث عن
العلاقات الاقتصادية، نتحدث عن الدول التي يمكن لها أن تشاركنا في البحث عن النفط، البحث عن الغاز، البحث عن الذهب، في إعادة الإعمار، في إعادة تهيئة هذه الدولة. نعم، يعني الدولة يعني أستاذ خالد ذلك مرتبط أساسا. نعم، يعني عندما نتحدث الاستحقاقات. يعني عندما نتحدث عن المواقف الدولية أستاذ ياسين وأستاذ خالد، يعني نذكر تركيا ومصر وتونس والجزائر وفرنسا، أمريكا، يعني عدة دول الآن تراقب الوضع داخل ليبيا. لكن أستاذ ياسين، يعني ما هو السبيل للوصول لأن تكون ليبيا في مصاف الدول التي تتعامل بشكل إيجابي مع مصالحها خارجيا؟ إلى هذه اللحظة لم تكن هناك يعني حكومة مستقرة حتى تكون يعني أو تفي بوعودها واستحقاقات الشعب الليبي فيما يتعلق بالوضع في ليبيا وعلاقات ليبيا في الخارج. يعني هي ما لا تستطيع أي حكومة العمل في طرابلس في ظل وجود السلاح. طرابلس لا يستطيع أحد يعمل في ظل وجود السلاح. يعني صناعة القرار في خطر. في خطر اللي إذا كان في القرار الداخلي، بما أنت تو العالم مش هيقدر يتعامل معك إلا أنت تكون قوي بتفكيك هذه الميليشيات. الميليشيات صعب تفكيكها بصدق، صعب تفكيكها إلا إذا كان في تعاون دولي. في لو كان في تعاون دولي مع سلطة قوية في ليبيا هيتم تفكيك السلاح. هي مش صعبة لكن تحتاج إلى حكومة قوية. يعني وكأنك تقول أستاذ ياسين أن يعني صعوبة عمل الحكومة في طرابلس يعني نعود لمربع السراج. ما هو الآن تو نعطيك على مثال الآن في قصة الحبوني. هذا اختبار صعب أمام السلطة التنفيذية الجديدة. شخص ماشي برسالة سلام والشخص هو لم يقتل، ولكن هذه المهمة أو هذه المبادرة قتلت، وبالتالي يفترض من السلطة التنفيذية لأن هذا اختبار تلقي القبض على أشخاص اللي تعرضوا لهذا الشخص. هذا اختبار كبير جدا جدا. وحتقف، وأنا هنقول لك شيء، حتقف عاجزة السلطة التنفيذية الجديدة الآن لأنه الوجود الميليشيات متعمق في طرابلس، وبالتالي لا تستطيع أي حكومة إلا إذا كان هذه الحكومة. نعم، ونذكر أستاذ ياسين بمقتل أحد الشباب يعني في طرابلس أيضا، من شباب يعني في مقتبل العمر في اشتباكات. يعني كانت هذه رسالة واضحة للحكومة ولكن لم يكن هناك أي بيان. وبالتالي هم كيف هذه سلطة أن لا تستطيع تفرض الأمن داخل المدينة اللي موجود فيها إداراتها، كيف أنها هي تستطيع أن توفي بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول الأخرى؟ وبالتالي أي دولة لازم تثبت أقدامها أولا، أي سلطة تثبت أقدامها في ظل وجود السلاح المنتشر في طرابلس والميليشيات اللي الآن تسرح وتمرح في وسط طرابلس. أنا نقول لك السلطة التنفيذية الجديدة إلا إذا كان شيء، إلا إذا كان نقلت مكاتبها وإداراتها من طرابلس وساعدها المجتمع الدولي وتكون هي جادة هذه الحكومة في نزع السلاح بالاستعانة بالأمم المتحدة. في العديد من الدول دخلت في صراعات مسلحة في أفريقيا وغيرها، لكن في عندما وصلت حكومات قوية وكان هدفها القضاء على هذه الميليشيات بمساعدة دولية استطاعت تفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها سواء عن طريق الشراء أو عن طريق ضرب المخازن. أتوا مثلا هذه الميليشيات معروفات مخازن اللي فيه الأسلحة بتعاون دولي في لحظة يكون كنت متدمر. طيب هذه طيب يعني هل من مهام أستاذ خالد، يعني يبقى معي أستاذ ياسين، هل من مهام حكومة عبد الحميد الدبيبة أنها تقوم بإنهاء كافة الإشكاليات المسلحة فيما يتعلق بالميليشيات والتشكيلات المسلحة بشكل عام في طرابلس، خاصة الآن الحكومة الآن موجودة في طرابلس والاتفاق يقول سرت، لكن
الحكومة نعم. ذهبت هناك لوجود المقرات ووجود الحياة يعني في طرابلس بشكل أفضل من سرت. لكن ما العمل الآن على إنهاء الميليشيات وسط وجود الحكومة مثل ما تحدث الأستاذ ياسين؟ كما تحدث الأستاذ ياسين حقيقي لن تستطيع هذه الحكومة أن تفي بالتزاماتها الدولية الالتزامات التي جاءت لتحقيقها ما لم كما ذكرت ما لم تقف معها الدول الراعية لهذا الحراك أو الدولة الأساس في هذا الحراك. إن كانت النية مبيتة لإنهاء الأزمة الليبية بعد هذه السنوات العجاف لابد أن تصدر قرارات دولية ملزمة بتفكيك الميليشيات بجمع السلاح بترحيل كل القوات الأجنبية حتى تتمكن هذه الحكومة سوريا من هذا الأمر، لأن هذه الحكومة لا تملك أي إرادة. لو جردنا كل الوزراء ورئيس الحكومة والمجلس الرئاسي لن تجد أحد منهم قادر على نزع بندقية واحدة من ميليشياوي واحد. إن كان سراج الذي جاء من أجل هذا المشروع رحل دون أن ينزع مسدس، وحتى دخوله كان عن طريق البحر يعني هنا دخل في فرقاطة يعني كما دخل جده. على كل حال ما يجب أن نتعامل معه هو الوقائع على الأرض. الوقائع على الأرض تقول بأن هذه الحكومة لا تملك أي أدوات باستثناء استعانتها بالأمم المتحدة واستعانتها بالمنظومة الدولية كي تقوم بهذا المشروع، وهو مشروع إنهاء الميليشيات رحيل القوات الأجنبية. لأن في ليبيا هناك مشروعان، هذا المشروع الدولي والمشروع الوطني الذي وقفنا معه جميعا، وهو استعادة الوطن من الإرهاب والميليشيات. نجحنا في شرق البلاد، نجحنا في وسط البلاد، نجحنا في غرب البلاد، ولكن تكالبت بعض الدول وتآمرت دول ووقفنا على أسوار طرابلس. نعم، يعني اليوم على لسان المتحدث على لسان السيد كوبيش المبعوث الأممي لدى ليبيا تحدث عن أن لا يزال الإرهاب موجود ولكنه غير نشط في ليبيا في هذه اللحظة. تعليقك أستاذ ياسين، خاصة أن ليبيا هذه الفترة تحتاج لدعم كبير من الدول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. عندما يتحدث مبعوث أممي بهذه يعني بهذه المعلومات، إذن فحكومة الوحدة الوطنية في خطر. يعني هي هذه جماعات موجودة وهناك من يوفر لها الدعم، يوفر لها المال والملاذ الآمن والسلاح موجود في السلطة في طرابلس. هذه جماعات سواء كانت في الجنوب أو في المنطقة الغربية موجودة. يعني أعطيك القايد مثلا اللي كان عضو في المؤتمر الوطني، هذا من تنظيم المقاتلة، وكان في أفغانستان عبد الحكيم بالحاج، هذه على سبيل المثال الحاصل، غيرها هذو متنفذين في الدولة، فيما بالك القيادات الأخرى أو الجماعات الأخرى. هذه الجماعات موجودة في غرب البلاد، تحظى بشرعية، نعم، محمية بالقانون، ووفروا لها الدعم المادي والمعنوي والإعلامي، وصدق الغرياني يثني عليهم، بل يعني هذا الشيء موجود. نعم. وبالتالي نعم. السلطة التنفيذية الجديدة اللي انبثقت عن اتفاق جنيف أمامها مشكلة كبيرة، وهي حل الميليشيات. وعلى ما أعتقد أن حل أو جمع السلاح مش من ضمن البنود اللي هن عندما توحيد المؤسسات المصالحة الوطنية، هذه البنود اللي هم والوصول إلى انتخابات. لكن مسألة السلاح غير موجود، ما فيش بند على ما أعتقد أن يقول جمع السلاح حل الميليشيات، وبالتالي وكأن العالم عملية ترحيل
لشرطة أخرى وقد وما يأتي تجمع السلاح حتقف بقوة هذه الجماعات وندخل في في أتون الحرب من جديد. شكرا أستاذ ياسين الحسنوني باحث في معهد الصحافة وعلوم الأخبار تونس. شكر الجزيل لأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني. إذن يعني هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة القادمة فيما يتعلق بملف ليبيا ودول العالم فيما يتعلق في بمحاربة الإرهاب وإنهاء الأزمة الليبية بشكل عام ووصولا للرابع والعشرين من ديسمبر. نسأل الله أن يكون فيه تقدم وازدهار لدولتنا ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار بشكل عام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل برنامج المشهد الليبي من ليبيا. إلى اللقاء.